السلام عليكم ورحمة الله أحبائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. نلتقي اليوم في موضوع جديد، W Parallax. W Parallax باختصار بسيط جدا هو عبارة عن مشهد ثلاثي الأبعاد على فريم، على الصورة، يعني بدون أي تفاصيل. والتفاصيل عادة بتكون مش بالموديلينج، بتكون بالتكشرينج. هي عبارة عن ماب اسمها OSL ماب، تعطيك إيحاء أنه 3D المشهد اللي أمامك. حنتعرف عليه اليوم ونحاول نطبق مشهد بحيث نحوله من 3D سين لصورة من أجل استغلاله في مشهد ثلاثي الأبعاد. ممكن نستغله أثناء حركة كاميرا أنيميشن، وحيكون الجهاز خفيف جدا، وأكيد الجهاز حيدعي لك من قد ما عليه خفة وعدم جهد بالنسبة للتفاصيل الإضاءة، تفاصيل المودلز. تابعوني من أجل التفاصيل. وإحنا الآن في مشهد الماكس، بلاحظ أنه في عندي مشهد 3D، بشوف السيلينج، بشوف الأرضية والجدران بكل بساطة، لكن حقيقة الأمر هو عبارة عن بلين مش أكثر، بلين ما في أي تفاصيل. لكن الشطارة هون والتميز في التكستشر، إنه تحول لمشهد 3D. ماكس اللي بدعم هذا السيستم 22 و21 و20 و19، قبل 19 ما كان في سيستم اسمه OSL. فعشان نلقي نظرة على الماتيريال عشان نفهم بالضبط السيستم، عندنا صورة عادية OSL، وعندنا السيستم الكود الخاص في OSL، وعندنا ماتيريال فيري عادية، وضويناها عن طريق السيلف إلومينيشن. حقيقة الأمر لو كبسنا دبل كليك هون حنلاحظ المنيو الخاصة هون في OSL فايل، نتفرج عليه. حنلاحظ بشكل عام عندنا أوبشنز، ومن اسمها معروف تفسيرها، تكستشر فليب، إني أقلب التكستشر الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أعطيه زيرو، قلب لي إياهم واحد، رجع لي إياهم. التكستشر فلوب هو عبارة عن يمين شمال وشمال يمين للحيط. هيك أنا قلبت الجدران عكس بعض، هيك رجعته. الروم ديبث اللي هو عمق الغرفة، ممكن يكون 5، شوف قديش بعدها، ممكن يكون 1، ممكن يكون 2، حسب التصميم نفسه. في عنا أوبشن اللي هو اسمه ويندو أسبكتس، اللي هي علاقة الطول مع العرض. هاي كثير مهمة، إذا أنت اخترت رندر لغرفة أو لمكان عريض نوعا ما، يعني مستطيل، فبنعطيه 2، بنفس الوقت نعمل سكيلينج هون للقطعة نفسها بهالشكل عشان يتناسب مع الديزاين. إذا كان القياس 3 بهالطريقة نفسها، ممكن يكون 1 يكون كيوبيك، نزغره شوي يكون العرض والطول نفس الارتفاع. في عنا أوبشن اللي هو إنيبل ميد جراوند، يعني في عنا إشي في الميد جراوند، في منطقة الوسط، ممكن يكون بالأسفل أو بالأعلى. إذا أعطينا 1 بنفعله، وأنا حطيت كلمة تكستشر اللي هي عبارة عن ميد جراوند. ممكن تكون هي عبارة عن صورة للثريا اللي جاية من الأعلى اللي هي الإضاءة، أو أي قطعة فيرنتشر في منطقة الوسط، مع إمكانية تحريكها، لأنه في عندي هون ميد جراوند ديبث، نعطيها 0 صارت للأمام، نعطيها 0.1 نعطيها 2 صارت بالخلف، 1 في المنتصف بالنص. الآن في عنا Enable Curtains، لو عملناها 1 حيطلع لي Curtains في المنطقة اللي هون، وممكن أضيفها أو أعمل 0 ألغيها بشكل عام. يعني هاي أهم النقاط اللي أنا لازم أتكلم عنهم في التكستشر. الآن كيف نعملها Creation، كيف نصمم أو نحول مشهد 3D إلى هاي الصورة. على فكرة الأمر بسيط جدا، الأمر أبسط مما تتصوروا، لكن شوية تركيز وحنعرف كيف مع بعض نعمل هذا السيستم. والآن أحبائي داخل المشهد اللي حنأخذ منه الصورة ونطلعها على نظام الـ OSL. بكل بساطة مشهد 3D حنعمله رندر، لكن الرندر حيكون مميز نوعا ما. حنأخذ الست أجزاء للمبنى الداخلي، يعني الفرونت والباك، الليفت واللايت، والتوب والبوتم. حختار كاميرا وحروح على الرايت فيو، حروح على الرايت فيو من أجل F3، من أجل التوزيع أو وضع الكاميرا في مكان مناسب. الكاميرا اللي حختارها حتكون كاميرا جدا بسيطة، حتكون 3 كاميرا. الهدف من الفري كاميرا انها ما لها تارجت، بس احطها في مكان ثابت بدون تارجت، فكليك في منطقه الوسط. حنكتشف شغله، انه الكاميرا لها شالو انجل ثابت، فما بقدر اعمل له سكيل، فشكله حيكون كيوبيك. فيفضل انه التصميم يتغير بناء على اللينس او الشالو انجل الخاص في الكاميرا. فعشان هيك يفضل انه اطبق FFD على كل التصميم، FFD بحيث اني اعرضه كامل. لاحظوا كيف عملت ستريتش للتصميم عن طريق FFD عشان يتناسب مع حدود الكاميرا مش اكثر. من اجل التصوير نجيب الكاميرا بالضبط بالنص تقريبا، بي
واحاول اجيب الكاميرا في المنطقه اللي حتكون فيها التصوير، ويفضل من التوب فيو تكون بالضبط بالنص اكزاكت بالنص، وحاول اجيبها تقريبا في المنطقه اللي هون. الان السيستم هذا حيمشي بس مع الفيري، للاسف مش حيمشي مع الكورونا، لانه النوع التصوير حيكون مش عادي، تصوير خاص في كل الجهات كامله، لكن مش سفيريكال، حيكون نظامه بوكس. حروح على السيتنج الخاص بالفيري واختار من فيري، ننزل على كاميرا ونختار التايب للكاميرا يكون بوكس، ضروري جدا يكون بوكس من اجل الحصول على صوره لكل الجهات. كمان بيهمني كثير انه يكون علاقته بالكومن، علاقه الاكس والواي زي في الرندر 3 الى 4. فاحنا شو بنعمل؟ نحط رقم 3، نحط رقم 4، ونعمل قفل عشان الاسبيكت ريشيو، الاسبيكت ريشيو يتغير بناء على الرقم اللي عندي هون. فلو اعطيته مثلا 3000 حيطلع 4000، لو اعطيته 1500 حيطلع 2000، 1880 حيطلع لي 2507. بس يفضل تكون 3000 على الاقل عشان الكواليتي، اللي حاب يعمل كواليتي. رندر عادي لو رحنا على الفيري ما في داعي يكون كثير ضخم الرندر، فممكن يكون باكيت يكون 1 4، بس مش اكثر من هيك. وما ننسى الدينويزر، انا فعلت الاي او عشان اضيف لمسه هيك خاصه بالظلال، وفعلت كمان السامبل ريت عشان اشوف مستوى التفاصيل بالنسبه للسامبلينج، اخذ كميه مناسبه من الحسابات للبيكسلز ولا ما اخذ. الاي دي ممكن يلزمني على الفوتوشوب اعمل تعديل بسيط. الان ذاتس ات، مش اكثر من هيك، بس بدي اعمل رندر سي وحعمل رندر، ويفضل اني اعمل تيست رندر قبل، لانه موازنه الكاميرا بالمنتصف كثير مهمه، موازنه الكاميرا بالمنتصف كثير مهمه، وحاول انه اركبها لو مانوال. طبعا مش بالضروري تكون بيرفكت بس مانوال. المهم في الموضوع انها تكون منطقة الفرونت اكزاكتلي في المنتصف، الجدار اللي على الشمال، الجدار اللي على اليمين، وهي منطقة السيلينج، وهي منطقة الأرضية. طبعا هاي المنطقة اللي خلف الكاميرا حنستغني عنها، لأنه عادة بتكون فاتحة، لأنه أنا كيف بشوف التصميم، فهي حنلغيها. طلعت الصورة هاي ذاتس ات، بس أحفظها أمورها تمام بيرفكت. لو رحت أشوف الـ AO ممكن اركب الاي او اكثر عن طريق الفوتوشوب يعمل لي شويه رياليتي. لو دخلنا على السامبل ريت، السامبل ريت كثير مهم، بحيث اللون الاحمر بالماكس بالذات بالفيري بالذات بيعطيني احساس انه محتاج لسه سامبلينج اكثر. اللون الازرق انه اكتفى، او السيان انه اكتفى. ما عندنا باللون الاخضر مشكله، باللون الاخضر عماله بتطور اكثر فبتحول الازرق مباشره. فما عندك مشكلة إذا أعطيته يعني أوبشنز أعلى من الموجود حاليا، يعني ممكن إذا كان أحمر كتير نرفع القيمة هاي لستة اللي هي الماكسيمم سب ديفايز، أكثر من 4. بس صدقا بكل أمان أنت تحكي عن 3000، فأنا شايف أنه كافي خاصة مع الدي نويزر. الآن ننتقل للفوتوشوب ونشوف الصورة بعد ما سيبناها كيف حيكون تأثيرها. المبدأ العام لهذا السيستم لازم يكون 3 في 3، تربيعته 3 في 3 أو تبليطته 3 في 3. الصورة اللي أنا أخذتها هي مش 3 في 3، هي 3 سوري الصورة اللي أخذتها في الماكس هي 3 في 4، 3 في 4، ونشوفها مع بعض 3 في 4. فبدي ألغي هذا الجزء. طيب نروح على الفوتوشوب وحنستوردها في المنطقة اللي هون. لو فتحنا الصورة حلاحظ انها، طبعا هاي اللي استخدمتها فعليا بعد التعديل. نشوف الان الصورة اللي استخدمتها قبل التعديل. الان من اجل الحصول على مساعدة من برنامج الفوتوشوب بحتاج اني احول الصورة هاي بدل ما هي 3x4 3x3. فافضل مكان نحو على الامج واختار كانفاس سايز، واختار انه يكون بدل السنتيمترز او البكسلز حختار يكون بيكسلز. الويدث عندي 3000، الارتفاع 4000، محتاج اني اوحدهم مع بعض يكون 3000 في 3000. الان حيستغني عن منطقة معينة، فبدي استغني واسحبهم للاعلى كاملين، فبكبس على هذا السهم انه اسحب لي اياهم كلهم للاعلى، واستغنيني عن الجزء او الربع الاخير اللي بالاسفل، نعطي اوكي. حيعطيني وورنينج انه في قص حيكون بالصورة، ما في مشكلة قص لي. الآن عشان
يكون شغلي اكوريت 100%، المفروض اني اختار مساعده عن طريق الجريد. فممكن اكبس كنترول زائد حرف الطاء اعطاني الجريد، اظهار الجريد عن طريق كنترول زائد حرف الطاء، لكن مزعج وصعب اني يساعدني. بدي احول الجريد يكون 3x3، فبختار من ايديت حنروح على بريفرنسز، ومن بريفرنسز حروح على جايدز جريد اند سلايس. بداية اللون بصراحة فاتح كثير ومزعج، أنا قائمة الجريد الآن حاول مباشر لون أسود، وبدل ما يكون بالبيكسلز يكون بنسبة مئوية، بدي بالنسبة المئوية يكون 3x3، نعطي أوكي، الآن قسمناهم 3x3، الآن حاطي أتنشن للصورة لما أقص ولما ألصقها أعطي أتنشن للجريد، يعني كنترول زائد زائد زائد، حقص من المنطقة اللي هون لحد المنطقة اللي هون. أنا بتعامل مع PNG يعني Transparent أو XR، فما بهمني البياض اللي هون لأن أوردي مش حاخده. Ctrl X Ctrl Shift V، الآن حختار Shift من الكيبورد وحاول أرفع الصورة لبداية الجريد، حتى لو عملها Stretch ما عندي أي مشكلة، برنامج أو ملف OSL في الماكس حيعالج الموضوع بكل بساطة، بس أهم شيء أنها تكون ضمن الجريد. نعطي أوكي. هعيد نفس البروسيس لكل الصور، الخمس صور اللي عندي هون حمشيهم كلهم على الجريد عن طريق كت وبيست مرة ثانية ليطلع عندي هاي الصورة بشكل النهائي، هاي الصورة بشكل النهائي. طبعا أنا انتبهت لشغلة إنه هاي الصورة غلط كانت أول مرة شفناها، الميد جراوند لازم تكون الأعلى والكيرتن للأسفل بهالشكل، الكيرتن للأسفل والميد جراوند للأعلى، وطلعناها بهالطريقة. وهاي المنطقة ترانسبيرنت، وننتبه من إيمج مود إنها تكون 32 بت من أجل الكواليتي عشان تطلع بوضوح عالي جدا، فلازم تكون نوعها EXR. فأنا لما سيفتها أصلا في الماكس سيبناها من سيف وسيبناها as extension اللي هو EXR. EXR بيعطيني القدرة على أنها تكون open EXR image يعني فيها وضوح عالي، أو ممكن PNG، PNG ممكن، لكن يفضل أنها تكون EXR من أجل المحافظة على الكواليتي أكثر وبسعة ألوان 32 بت. الآن خلصنا من فوتوشوب، حنستخدمه داخل برنامج الماكس. والآن نرجع للماكس، حرسم بلين منطقة الفرونت اكتاكت، أنا بالفرونت حرسم بلين يكون يتناسب مع التصميم، يعني تقريبا حيكون مثلا 4 أي 400 × 400، أنا شغلة بالسانتي، إذا أسهل تشغل بالمتر كاستومايز يونت سيتوب، وحول هاي من سنتيمتر لمتر، بصير عندك 4 × 4 بدل 400 × 400. الآن F3G عشان إذا الكرد مش حابينه. الآن حروح على الماتيريال، الآن التريك هون في الماتيريال، كل اللعبة في الماتيريال. حختار رايت كليك ماب OSL، بالاو اس ال حيكون في عندي نظام الفاليو، ومن الفاليو حختار فايل نيم. هذا الموجود، هذا السيستم موجود ذكرته سابقا من 2019 لحد 22، قبل 19 مش موجود. فايل نيم، الآن بيسألني وين الصورة اللي أنت استخدمتها، بقول له هاي هالصورة، والصورة هاي لو دخلنا على البروبرتيز الخاص فيها لاحظ إنها EXR من ديتيلينج اللي هي EXR PNG، مو شرط تكون بEXR، أنا عملتها PNG بس يفضل إنها تكون EXR. فعندي صورة ثانية هي نسخة عنها اللي هي EXR، لو دخلنا على البروبرتيز لاحظ إنها EXR لكن حجمها اختلف نوعا ما، هون 15 ميجا فحختارها as EXR. طلعت عندي هاي الصورة، رايت كليك وممكن افتحها بشكل اكبر ونتعامل فيها. شباب اللي حيكون عنا او اللي حيكون عنده مكتبة لهاي الصور حيكون كثير سعيد، خاصة لما يتنقل في كاميرا في مشهد كله مباني والمباني هاي مفروشة، لكن فعليا هي بلينز، فعليا هي بلينز. الان حختار رايت كليك مابس واختار اي نوع، اي نوع OBC OSL OSL اي نوع، ما في اي مشكلة، اختار اي شيء، اي شيء ما في مشكلة. الان كل نوع OSL بيعتمد على كود، بيعتمد على كود، نغير الكود. ان OSL في الماكس عنده كل هاي الكودات، حنختار كود اعتقد اسمه JI Window Box Vera، وفي عندنا كمان للكورونا، وفي عندنا كمان للأوكتان، وأنا في عندي أوبشن هلا بفرجيكم إياه اللي هو هذا الأوبشن. هذا الأوبشن بيحتوي على
الارلوند، وعندنا البلندر، كورونا، اوكتان، فيري. فاي واحده من هذول لو اخذتها حيمشي مع السيستم رندر اللي انت حتختاره. انا مختار بس الفيري لاني شغال على الفيري. والخمسه هذول مهمين يكونوا عندك دائما وابدا. نختار الويندو بوكس. شوف كيف الان حتختلف السيستم اللي عندي هون، اختلف كامل حسب الاو اس ال فايل. هو عباره عن سكريبت صغير محتوى هاي الامور. حمسك الصوره واعطيها فايل نيم وبعثها على التكستشر انبوت. الان ما ظهرت عندي وبعتها بالاسود لانه الاسبكت ويندو اسبكت زيرو، نعطيه واحد. الان ظهرت مش ضروري تظهر كامله. رايت كليك ماتيريال فيري وحختار ام تي ال. الام تي ال اللي عندي بس الشرط الوحيد لاي ماتيريال انها تكون الديفيوز اسود، لانه ما بعتمد نهائيا على الديفيوز، بعتمد على ال الشعاع الذاتي اللي هو السلف الومنيشن. فحاخذها من هون وابعثها مباشره على الماتيريال، تطلع لي ليست بختار منها السلف الومنيشن. ذاتس ات. حسحبها مباشره من هون وابعثها على الاوبجكت. واذا حاب اشوف الاوبجكت حختار هاي كواليتي عشان يظهر لي اياها داخل الفيو بورت خاص بالماكس. الان اعطاني اياها، لكن اذا بتلاحظوا انه مقلوبه نوعا ما. ثواني نرجع للكود اللي هو او اس ال كود، واحكي له انا محتاج انها تكون الاعلى اسفل والاسفل اعلى بهالشكل. انا بطلع على الاورثوغرافيك، نحول بي بيرسبكتيف بدل الاورثوغرافيك زي، والف عليها من هون واشوفها. بدل ستاندرد حيكون هاي كواليتي. تمام. طبعا نفس الاوبشنز السابقين اللي عندنا، نفس الاوبشنز. اللي حابب تعمل الدبث للروم يكون اكثر ممكن يزيد الدبث، تعطيه 2 بدل 1 بصير عمقها اكبر. ممكن تعطيها عرض، عرض يعني تعطيها رايت كليك سكيل وتعطي اوبشن سكيل على الجنب شوي، يعطيك احساس بالواقعيه. ممكن كمان ازيد الودث يعني الخاص بالاسبكت، اعطيه مثلا 1.25 1.25 يعطيك هذا الاحساس بشكل عام. جدا جميل وسهل جدا. ممكن تعمل مكتبه خاصه فيك عباره عن صور، وممكن تبادل مع بعض الصور يعني بحيث يفيدوك اثناء عمل انيميشن بشكل مميز. الان في عندي كمان فكره ثانيه حاب اعرضها عليكم من اجل عمليه استغلالها، مش شرط للنوافذ وللشقق، استخدمتها في فكر اخر او تكنيك مختلف حاب اشارككم فيه. ثواني، حبيت اشارك معكم هاي الفكره. حاولت اني اتوسع اكثر في التفكير، يعني ما يكون بس لغرفه او لتصميم داخلي من شباك. حاولت اني اطبقه او اسقطه على مسبح، منطقه مسبح. لاحظوا كيف البلاط الارضي بتحس انه الكاستكس اللي بتحرك بالاعلى مرتفع عن القطعه السفليه، بتحس انه في جدران هون مع انه فعليا ما في شيء اصلا. طلع تحت البركه فاضي، ما في ولا شيء. هذا التكنيك اللي بيعطيك احساس او ايحاء بالواقعيه. جدا جميل. طبعا هذا بريفيو عن طريق الهاي كواليتي، كيف بالرندر حيكون لسه اجمل واجمل. اللي عندهم تساؤل كيف عملت القطعه هاي، بكل بساطه لو عملت ستوب الانيميشن ورحت على الماتيريال وطلعت على الماتيريال بشكل دقيق اكثر، حلاحظ انه نفس البرولكس اللي قبل شوي عملناه هيو، ما اختلف عليه شيء. بس بدل ما ابعته على الاوبجكت مباشره بعته على البلند، ومع البلند حطيت ماتيريال بيري عاديه، بعت لها صوره على السيلف الانيميشن، صوره عاديه بتماب. لكن هاي البيت ماب عبارة عن ايش؟ عبارة عن سيكونس، عبارة عن سيكونس. لو طلعت على الفيو ايمج هلاحظ انها عبارة عن صورة كاستكس اصلا، وهي عبارة عن فيديو نزلته من اليوتيوب ودخلته على برنامج مونتاج وسيفته از سيكونس، سيفته از سيكونس، ونشوف مع بعض كيف سيفته. فهم عبارة عن مجموعة صور، واحد واثنين وثلاث لحد كم؟ لحد 183 صورة. اخذتهم از سيكونس. هاي الكبسه مفعل وهي كثير مهمه عشان تتفعل عشان يشتغلوا مع بعض. بدل موضوع التايمينج، التايمينج انه قديش سرعه البلاي باك ريت، فانا عاملها 2 عشان تكون اسرع، ممكن تحطها اكثر واقل. وبعد ما ينتهوا 183 فريم شو بصير؟ بالاند كونديشن حيكون لوبينج، بيعيد مره ثانيه والثالثه، ممكن يوقف عن طريق الهولد، ممكن يعمل ريفيرس اللي هو بينج بونج. حبيت اشارككم هالمعلومه، ممكن تستغلوها وتعملوا شيء مميز، وانا متوقع تميزكم الرائع. واكثر شيء بدل على تميزكم وابداعاتكم انكم لحد الان متابعين الفيديو تبعي، فهذا بصراحه ببسطني كثير.
وبالمقابل لكم هدية كثير كثير حلوة. إيش الهدية؟ إذا دخلتوا الآن على أسفل الفيديو حتلاحظوا أنه في رابط حيوديكوا على جروب الجامعة اللي هي جامعة البتراء، وروحوا على السيرش أعطوني رقم 5050، حتلاحظوا أنه في هدية بانتظاركم اللي هي مكتبة الباراليكس كاملة. ندخل على اللينك الخاص في الجوجل درايف، نروح على داونلود anyway، فبلش ينزل فايل الباراليكس، وأنا محضر لكم إياها عندي هون. على إيش بيحتوي؟ بيحتوي على الشيدرز اللي هي OSL files، خذهم ونسخهم عندك بالماكس داخل فولدر اسمه OSL. وفي عنا كمان مشهدين، مشهد فيري ومشهد كورونا. الفيري جاهز والكورونا جاهزة. وعندنا الـ EXR، مكتبة الـ EXR للأوفيسز، في عنا بريفيو لهم. فهذول كلهم عبارة عن مكتبات جاهزة 3D، صور جاهزة بس ترندرهم بس مش أكتر. وفي عنا صور لغير الغرف، في عنا كمان offices، في عنا محلات بيع اللي هي زي المحلات stores بشكل عام. وكل صورة منهم صراحة بجودة عالية جدا من باقي التصاميم، وهي بصراحة صور نوعا ما فخمة جدا وفيها كواليتي عالي جدا. ممكن تستخدمهم، ممكن تستخدم مكتبتك الخاصة، وأنا بخدمتكم إن شاء الله. كل جديد وكل مميز حيكون بين إيديكم، وأشكر من كل قلبي متابعتكم لي لحد الآن، فهذا بدل على تمييزكم، وأنا سعيد جدا بوجودكم، ولا تحرمونا من دعوة خير. السلام عليكم جميعاً.